انا كان عهدكم ماشي غير الدوله، لا ولا كاع وكاع البلديه ديال المغرب، على انه ملي كتبغيو ديروا شي نقول مثلا بحال بلديه تيزان راه ساهله، ما نكذبش عليك راه ساهله، اجتهادوا استشرهم في الجمعيه ديال المدينه ياك، ما خاصك والو رشيد راه خليني غير نكمل، انا خليني نكمل، انا عارف شنو غادي نقول ياك، دابا نقولوا الكرياج كرياج اسبوع كله الاخر، ما خاصش تيجي تكون بحالتين غير ما خاصش تيجي تكون بحال كريما عندي واحد الخصائصيه ديالها، شكون اللي غايدير لك داكشي؟ لا كرياسيون ارتيستيك راه كيديروا لي زارتيست، انا دابا هادي زارتيست، انا غير كنصحك كنصحكم انتوما ملي كيكون عندكم شي حاجه استشاره فنيه هادي زارتيست ولا كاين شي حاجه بحال هكا عطيو لهم ان بروجي يخدموه كامل يجيبوا لكم الماركت هما يتفقوا يجيبوا لكم الماركت ويخدموه كاملين ماشي يخدموا واحد من يفعلهم عارف ها هما اسمح لي قلتي راه بدينا نبدا شي حاجه راه قلتي واحد هذا هذا عندي واحد الفكره مازال نفدها ديال التمره راه مازال غير رجوع راه مازال لا بس ما تحسش كيتي انا خلاص برضه واش واش لا واش واش درنا شي جيراتو مهر واش درنا شي نافوره ما استشرناش هو هاي ما هذيك الفكره هذيك ما خبرتش هذيك ما خصكمش ديروها غير مع الناتيست خصكم ياك كيما كيديروا الزباله اللي يديروا خصكم تلونسيو بروجي ارتيستيك ديال نافوره ياك هذيك ديال التيج دابا ماشي غير بازارتيس ديال الريجيون كاين واحد الجنب ديال اللعب هي اللي كتقرر هاد المستقبل يعني على ستركتور ديال الفكره الصوره وداك الشيء كيجي من واحد الصامبول وكاين صامبول كاين بروجي على البيت ديال البلاد بحال التفاحه في ذات بحال مثلا مثلا تيج تيج خاصها واحد الصفات يكون زوين خاصو شي حاجه تكون زوينه ولكن ماشي هو غير ديروا لنا شي حاجه لا غير تيز هذا اللي خصك قلت انا صاحبي قبيله كيمشي في النام كيصور شي حاجه وكيديها للبلديه كيقول لهم انا نقدر ندير لكم حتى انتم حرونا ولا حتى انتم جيبوا لنا هذا كيفاش كنجيبوا لنا حرونا لا راه هذا كيسالوا دابا ولكن عمليا راه مازال الثقافه ما كايناش انا كنقول اللي فيه هادشي صعوب يصعب مدينه صغيره اللي عاونها راه عايشه عارفه ملي كاين اللي يعاونك ولا يهزم حاجه تقول انت اللي خصك تصرف انت خصك دير شراكه بيدك انت خصك تكتبها بيدك انت خصك دير كذا الناس كتجي البلديه واش اش كيقول لك في البلديه واش كاين جديد ما كاين جديد كتهضر معاك اساسي اخويا بحال هذا كاين فيسبوك راه كنا كاع كاينين تما ياك راه اي استشاره مرحبا بكم الله يسلمك صافي يا لي زارتيست اي واحد قلتي لي عطيني عافاك شي فكره راه يعطيك فكره غير يكون دعم راه كاين انت شي فكره راه غادي يقول لك كاين فلوس راه كاين انت ما كاينش الفلوس راه كتب عليك شي فلوس ما دير معاك زعما دير الخدمه دير الخدمه على الاقل غادي تعطي فكره وتخدم 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 فابور علاش تخدم فابور؟ غير غير الاطار ديالها الاطار السي رشيد ياك غاتسجل معايا هو الاطار ديال الشراكه مع المولد انا كنهضر نيشان كتبني مشاريع وكتعطيني انا كاين واحد البروجي انا عارف اش كنقول لك كاين دي بروجي اللي خصهم شهرين ولا ثلاث شهور ديال الخدمه هذاك الشيء تكنيك رشيد هذاك الشيء ماشي مشاريع خصهم يكون دعم اذا ما كانش الدعم يكذب عليك ولا تعيش رشيد راه صور احنا من الثانيه دابا ديزاينيا مشيتو صوبتوها ما خصيهمش راه عطيتو واحد الواحد ما يكونش دبدبوا ديك المسائل المسائل اللي قلتو راه ما تعطيوهمش انا 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 ما تعطيوهمش ان